البرهان في مصر، ومعه وزير الخارجية السوداني ومدير المخابرات ومدير الصناعات الدفاعية. المنقوش تشعل أزمة بين الموساد وخارجية إسرائيل، وتسريب لقاء كوهين يخرب سنوات من العمل. لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تطالب وزارة الخارجية بالشفافية بشأن مبعوثها إلى الملف الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة العالمين في مصر مغادرا من بورت سودان. سيجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. يرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية. قبل مغادرته عقد رئيس مجلس السيادة السوداني أمس اجتماعه الأول بأعضاء الحكومة منذ اندلاع الحرب في 15 من أبريل الماضي بمدينة بورت سودان. كان البرهان شدد خلال خطاب ألقاه في قاعدة فلامينغو العسكرية بالمدينة على مواصلة الحرب لدحر ما وصفه بالتمرد. كما أكد البرهان أنه خرج من مقره في القيادة العامة من خلال عملية عسكرية ودون مساعدة أحد، وأن خروجه لم يأتي نتيجة أي اتفاق أو صفقة. المبذول في القطاعات الإنتاجية المختلفة، سواء كان القطاعات الزراعة أو المعادن أو غيرها من القطاعات الإنتاجية، يجب أن نحافظ عليها وأن نضاعف في هذا الإنتاج لما فيه مصلحة كل السودانيين. وأكد في نهاية الاجتماع أن التمرد في انحسار وأن الانتصار قريب جداً. وفي مصر يعيش آلاف الطلاب السودانيين حالة من اليأس والقلق على مصيرهم المجهول نتيجة تعطيل الدراسة في الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، وسط توقعات بأن تؤدي الاشتباكات إلى تعقد الأوضاع الأكاديمية بشكل أكبر. أيوة، أنا حضطر أسجل هنا في مصر عشان هناك خلاص الدراسة وقفت لفترة طويلة، ما معروف ذاته لأجل غير مسمى، لحد شهر أكتوبر حيطلعوا إخطار جديد ما معروف ذاته يحصل شنو. بالنسبة للظروف الحاصلة دي يعني ناس كتار ضايعة، يعني أصحابي وكده يعني كانوا حيقدموا هنا، لكن والله ما قدروا بالنسبة للرسوم الجاز زيادة دي، يعني الظروف بتاعت الحرب وظروف الأسرة وكده، يعني ما قادرين يدفعوا الرسوم دي والزيادات دي حاصلة كثيرة، فمحتاجين نرجعوا لهم الخصم كما هو يعني وكده، الخصم بنسبة 90%. المصير هسي بقى مجهول. هسي أنا فاطمة صلاح في سنة ثالث بقرا صيدلة في جامعة الأحفاد نازلة ثالث، لو جيت هنا مصر ححول من سنة أولى، يعني لازم أرجع أولى ما أفتح تحويل، حتى التحويل عندهم يعني لو أنزل سنة ثانية أو أنزل بداية ثالثة ب$8,000 $7,000، أنا ما يعني أجيب قروش من وين، والوضع في السودان مجهول تماما. جيت هنا مصر شهر 11 اللي فات، جيت عشان أقدم على الجامعة هنا إن شاء الله، فأنا مجموعي يعني دخل هنا كليات كتير، فأنا اخترت كلية أداب لغة قسم لغة إنجليزية، فبتفاجأ على وقت التقديم إن الرسوم بدل جنيه مصري قلب الدولار، والتخفيض اللي بدل 90% قلب لأ بقى تخفيض 60% ترفع 40% رسوم، يعني بدل ما نحكي على $300 في أول سنة لأ دلوقتي عملت $4,000 غير رسوم الوافدين اللي هي كانت $150 دلوقتي عملت $1,570. بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي وتنصل قادة ليبيا من الاجتماع، تتضارب الأنباء حول مكان نجلاء المنقوش. بوابة الوسط الليبية نقلت عن مصدر لم تسمه أن المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن حيث تقيم بقية أسرتها. قناة إسرائيلية رسمية كشفت خلافا شديدا نشب بين جهاز المخابرات الموساد ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري، إذ قال الطاقم السري للموساد الذي عمل لسنوات في الملف الليبي
بأنه تضرر بشكل كبير وأن سنوات العمل قد تكون ضاعت. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل أصبح لغزا مثيرا عقب لقائها بنظيرها الإسرائيلي. تقارير تحدثت عن كون نجلاء المنقوش غادرت إلى تركيا. وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن مصادر أمنية أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول. هذا في وقت أشارت وسائل إعلام ليبية إلى سفر المنقوش من تركيا في اتجاه لندن. غير أن جهاز أمن مطار عتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة. ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل بمطار عتيقة غير صحيح، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك. لقد أدرجنا اسمها في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل لم يعد معروفاً. تضارب الأنباء يوازيه صمت رسمي من سلطات طرابلس التي تحاول نفي أي علاقة لها باللقاء المثير للجدل. بلال البجديني، الحدث. وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين جدد تنصله من تسريب لقاء جمعه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، مدافعا عن وزارته ضد معارضين اتهموها بعدم الاحترافية. قال كوهين في تغريدة على حسابه بمنصة إكس إن وزارته تعمل بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية على تعزيز علاقات إسرائيل في العالم. أضاف الوزير الإسرائيلي أن المعارضين السياسيين الذين لم يدفعوا نحو أي إنجاز يذكر يندفعون إلى الرد دون أن يعرفوا التفاصيل بتوجيه التهم للآخرين، مشددا على أن مثل هذه الهجمات لن تمنع الخارجية من إقامة وتعزيز العلاقات مع الأصدقاء في العالم، وعلى وجه الخصوص في العالم العربي. على حد تعبيره، كان قادة المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات حادة لوزير الخارجية لكشف عن أخبار اجتماعه الأخير مع نظيرته الليبية من دون تنسيق معها، معتبرين ما حدث بمثابة تفجير عبوة ناسفة ضخمة للدبلوماسية الإسرائيلية. بينما اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد تسريب اللقاء عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم. هذا وأعرب مسؤولون أمريكيون في رسالة عن غضبهم من تسريب تل أبيب لقاء جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين ونظيرته الليبية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش. أوضح المسؤولون الأمريكيون أن الإعلان عن اللقاء قد يكون أنهى جهد سنتين قادته واشنطن لتقريب ليبيا من التوقيع على اتفاقيات السلام، معتبرين أيضا أن التبرير الإسرائيلي غير مقنع وأن ذلك من شأنه أن يردع دولا أخرى من الانخراط في تفاهمات مع إسرائيل. رئيس اتحاد اليهود الليبيين رافائيل لوزان، العقل المدبر للقاءات الليبية الإسرائيلية،
رغم أنه لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه سهل اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي 6 سنوات، ما فتح الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي. في يونيو من العام 2017 رتب لوزان اجتماعا في اليونان ضم وفودا من البلدين بحضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية أغلبهم من أصول ليبية، في حين ترأس الوفد الليبي وزير الإعلام والثقافة والآثار أنذاك عمر القويري. المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام ركز على الذكرى 50 لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب يونيو 1967. خلال المؤتمر تحدث المندوب الليبي عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. لوزان كشف أيضاً أن الاجتماع أعقبته في السنوات اللاحقة سلسلة من اللقاءات الأخرى بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان. اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين كان تتويجاً ل6 سنوات من العمل. الاجتماع كان ينبغي أن يعقد في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك. رئيس اتحاد يهودي ليبيا كانت آخر مرة زار فيها ليبيا عام 2012 بعد وقت قصير من سقوط القذافي. خلال الزيارة اختطفته ميليشيا واحتجزته لمدة 8 أيام قبل إطلاق سراحه، ليستمر في محاولاته للتقريب بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا أيضا. بلال البجديني، الحدث. طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تكون شفافة في تعاملها مع ملف مبعوث واشنطن المختص بإيران روبرت مالي، وأن تعطي إجابات واضحة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن النظام الإيراني لديه معلومات حساسة للحكومة الأمريكية. وأوضح أن الخارجية بحاجة إلى إجراء مراجعة أمنية بشكل شامل، معربا عن قلق من وجود تسريب معلومات. كانت واشنطن علقت تصريح مالي ومنحته إجازة على خلفية فتح تحقيق بشأن تعامله مع وثائق سرية. ختام هذه النشرة. مشاهدينا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. أطلق الجيش الروسي هجوماً على مصنع أزوفستال الصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا، والقصف كذلك كان متواصل. روسيا مطلعة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذا الحرب ليس من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يستمر. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والأمريكية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا.
البرهان في مصر، ومعه وزير الخارجية السوداني ومدير المخابرات ومدير الصناعات الدفاعية. المنقوش تشعل أزمة بين الموساد وخارجية إسرائيل، وتسريب لقاء كوهين يخرب سنوات من العمل. لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تطالب وزارة الخارجية بالشفافية بشأن مبعوثها إلى الملف الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة العلمين في مصر مغادرا من بورت سودان، وسيجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. يرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة والمدير العام لمنظمة الصناعات الدفاعية. وقبل مغادرته، عقد رئيس مجلس السيادة السوداني أمس اجتماعه الأول بأعضاء الحكومة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي بمدينة بورت سودان. كان البرهان شدد خلال خطاب ألقاه في قاعدة لامينغو العسكرية بالمدينة على مواصلة الحرب لدحر ما وصفه بالتمرد. كما أكد البرهان أنه خرج من مقر في القيادة العامة من خلال عمليات عسكرية ودون مساعدة أحد، وأن خروجه لم يأتي نتيجة أي اتفاق أو صفقة. المبذول في القطاعات الانتاجيه المختلفه، سواء كان القطاعات الزراعه او المعادن او غيرها من القطاعات الانتاجيه، يجب ان نحافظ عليها وان نضاعف في هذا الانتاج لما فيه مصلحه كل السودانيين. واكد في نهايه الاجتماع ان التمرد في انحسار وان الانتصار قريب جدا. كان البرهان عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار بمدينة بورت سودان، وطلع عقار رئيس المجلس حول نتائج جولته الخارجية التي قام بها مؤخرا ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات، وصفا اللقاء بأنها إيجابية، لافتا إلى أن رؤساء الدول أبدوا تفهمهم ودعمهم للشرعية في السودان وأكدوا عدم التدخل في شؤونه الداخلية. في مصر يعيش آلاف الطلاب السودانيين حالة من اليأس والقلق على مصيرهم المجهول نتيجة تعطيل الدراسة في الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، وستوقع بأن تؤدي الاشتباكات إلى تعقد الأوضاع الأكاديمية بشكل أكبر. أيوة، أنا حضطر أسجل هنا في مصر عشان هناك خلاص الدراسة وقفت لفترة طويلة، ما معروف زعته لأجل غير مسمى، لحد شهر أكتوبر حيطلعوا إخطار جديد، ما معروف زعته يحصل شنو. بالنسبة للظروف الحاصلة دي يعني ناس كتار ضايعة، يعني أصحابي وكده يعني كانوا حيقدموا هنا لكن والله ما قدروا بالنسبة للرسوم الجاز زيادة دي، يعني الظروف بتاعت الحرب وظروف الأسرة وكده يعني ما قادرين يدفعوا الرسوم دي، والزيادات دي حاصلة كثيرة، فمحتاجين نرجعوا لهم الخصم كما هو يعني وكده، الخصم بنسبة 90%. المصير هسي بقى مجهول. هسي أنا فاطمة صلاح في سنة ثالث بقرا صيدلة في جامعة الأحفاد نازلة ثالث، لو جيت هنا مصر ححول من سنة أولى، يعني لازم أرجع أولى ما أفتح تحويل، حتى التحويل عندهم يعني لو أنزل سنة ثانية أو أنزل بداية ثالثة $8,000 $7,000، أنا ما يعني أجيب قروش من وين، والوضع في السودان مجهول تماما. جيت هنا مصر شهر 11 اللي فات، جيت عشان أقدم على الجامعة هنا إن شاء الله، فأنا مجموعة يعني دخل هنا كليات كتير، فأنا اخترت كلية أداب لغة قسم لغة إنجليزية، فبتفاجأ على وقت التقديم إن الرسوم بدل جنيه مصري قلب الدولار، والتخفيض اللي بدل 90% قلب، لا بقى تخفيض 60% ترفع 40% رسوم، يعني بدل ما نحكي على $300 في أول سنة، لا دلوقتي عملت $4,000 غير رسوم الوافدين اللي هي كانت $150، دلوقتي عملت $1,570.
بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي وتنصل قادة ليبيا من الاجتماع، تتضارب الأنباء حول مكان نجلاء المنقوش. بوابة الوسط الليبية نقلت عن مصدر لم تسمه أن المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن حيث تقيم بقية أسرتها. قناة إسرائيلية رسمية كشفت خلافا شديدا نشب بين جهاز المخابرات الموساد ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري. قال الطاقم السري للموساد الذي عمل لسنوات في الملف الليبي أنه تضرر بشكل كبير وأن سنوات العمل قد تكون ضاعت. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل أصبح لغزاً مثيراً عقب لقائها بنظيرها الإسرائيلي. تقارير تحدثت عن كون نجلاء المنقوش غادرت إلى تركيا. وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن مصادر أمنية أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول. هذا في وقت أشارت وسائل إعلام ليبية إلى سفر المنقوش من تركيا في اتجاه لندن، غير أن جهاز أمن مطار معتيقة وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة. ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل بمطار معتيقة غير صحيح، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك. لقد أدرجنا اسمها في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل لم يعد معروفاً. تضارب الأنباء يوازيه صمت رسمي من سلطات طرابلس التي تحاول نفي أي علاقة لها باللقاء المثير للجدل. بلال البجديني، الحدث. إذن مشاهدينا، هذه صور لوصول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى العلمين المصرية، حيث يبدأ زيارته لمصر بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن مشاهدينا، هذه صور لوصول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية، حيث يبدأ زيارته لمصر بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم صور قبل قليل هي لوصول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين المصرية، وهي تعتبر أول زيارة خارج السودان يقوم بها منذ اندلاع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. هذه صور أخرى أيضا مشاهدينا بعد أن حطت طائرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في العلمين المصرية، حيث يبدأ زيارته لمصر، والتقاه بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الصور كما نتابع. إذن نتابع مشاهدينا وصول رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مصر في زيارة استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين في مصر. نتابع أيضا في هذه الصور بعد أن حطت طائرة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطار العلمين. هذه صور للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى توجيه الاستقبال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الذي وصل إلى العلمين المصرية.
طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تكون شفافة في تعاملها مع ملف مبعوث واشنطن المختص بإيران روبرت مالي، وأن تعطي إجابات واضحة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن النظام الإيراني لديه معلومات حساسة للحكومة الأمريكية. أوضح أن الخارجية بحاجة إلى إجراء مراجعة أمنية بشكل شامل، معربا عن قلقه من وجود تسريب معلومات. كانت واشنطن علقت تصريح مالي ومنحته إجازة على خلفية فتح تحقيق بشأن تعامله مع وثائق سرية. تعيش آلاف الأسر اليمنية في محافظة تعز أوضاعا مأساوية صعبة بعد انقطاع المساعدات الإغاثية عنهم. تعجز تلك الأسر عن من الحصول على قوتها اليومي، خصوصا الأسر النازحة في المخيمات التي باتت غالبيتها تعيش على وجبة واحدة في اليوم. على كسرة خبز وشاي يعيش هؤلاء النازحون معتمدين على وجبة واحدة في اليوم، ويكاد يتقلص غذاؤهم بعد انقطاع المساعدات الإغاثية وتوقفها عنهم. مأساة حقيقية تجسد واقع الحال لعشرات الأسر اليمنية في تعز المحاصرة. احنا راكنين الإغاثة هذا الشهر لأن لا في أشغال والدنيا محاصر، لو كان في اشغال مش نركنش على هذه الاغاثه حق الامم المتحده، لكن الان احنا مش يعني راكنين عليه بشكل عام. تشتري الكيلو الطحين بالظهر وكمل، وبالليل اشتري كيلو ثاني والصباح كيلو ثاني، ولا الفلوس ما ليش، والغلاء الاوضاع يعني مره صعبه. ليش قطعوا علينا هذه الاغاثه؟ كان اكلنا وقوتنا كله منه. بعض الاحيان الصبح، بعض الاحيان من الصبح وبالظهر كنا ناكل على عدس، لانهم كانوا يسلموا لنا طحين وعدس وزيت وكل الحاجات، وإحنا كنا نأكل على عدس ولقمة. تراجع إذن للأعمال الإغاثية يضع أكثر من 4 ملايين يمني في مربع خطر المجاعة، والتأثير الأكبر هنا يقع على النازحين والمجتمع المضيف، خصوصا الأطفال والنساء الحوامل في تعز. إجمالي عدد الأسر المستفيدة من المساعدة الإنسانية 137,720 أسرة. هذه الأسر كما قلنا هي الأسر التي تعاني انعدام أمن غذائي حاد، وهي تقع في المرحلة الرابعة من مراحل انعدام الأمن الغذائي، مرحلة الطوارئ. ففي ظل استمرار برنامج الغذاء العالمي لتوقيف المساعدات أو تعليق هذه المساعدات، فإن هذه الفئة وهذه الأسر ستنزلق في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة المجاعة. إلى ما دون 50% أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص دعمه لليمنيين بسبب نقص التمويل، قرار يأتي في وقت يعاني نحو 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، فيما يحتاج 3 ملايين طفل وامرأة إلى العلاج من سوء التغذية بتكلفة تقدر بمليار دولار بحسب البرنامج. السعيد، الحدث، تعز. قدم وزير التربية والتعليم الفلسطيني استقالته بعد رفض وزارة المالية صرف مستحقات المعلمين، إضافة إلى رفض الحكومة خطة طوارئ خشية تعطل العام الدراسي. في هذا السياق كشف إعلام فلسطيني عن تعديل وزاري وشيك على حكومة محمد شتية بعد رفض الرئيس الفلسطيني استقالته. كما كشف أن التعديل الوزاري سيشمل دمج وزارات أيضا، مضيفا أن شتية أبلغ عددا من الوزراء عقب انتهاء جلسة الحكومة بأنهم مشمولون بالتعديل المرتقب والذي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل. ووفق إعلام فلسطيني فإن الحديث يدور عن 5 وزارات جديدة، فيما سيتم دمج التربية والتعليم والتعليم العالي. يجول الطبيب اللبناني حسن خنافر في شوارع بيروت بعيدا عن عيادة الأطباء، يطلق على نفسه اسم طبيب الشارع، الذي يقدم استشارات توعوية حول أهمية الفحوصات الطبية خاصة لمن تخطى سن 50. الطبيب الشاب الذي يعيش أصلا في كندا تواصل أيضا مع وزارة الصحة لوضع خطة لتحسين الرعاية الصحية المجانية في لبنان. بعيدا عن أسرة المستشفيات، يحاول دكتور حسن ترصد المرض، يتجول في شوارع بيروت ليصطاد من يعتقد أنه بحاجة لإجراء فحوص دورية بين المرة. الشاب الذي تخصص في طب العائلة يطلق على نفسه لقب طبيب الشارع،
يقدم استشارات بالمجان في بلد قد تقف الأوضاع الاقتصادية فيه عائقا أمام زيارة الطبيب. يصور حسن جولاته ليعرضها على وسائل التواصل لعل التوعية بأهمية الوقاية تصل إلى أكبر عدد من اللبنانيين. شن الفحوصات عم؟ عملت السي بي سي، الكوليسترول، كذا شغلة. هلا الفكرة تبعت ستريت دكتور أو طبيب الشارع بلشت معي من أنا لما كنت عم بدرس مهنة الطب. ليش؟ لأنه هي الطب مهنة إنسانية. نزلت على الشارع صرت قلت بالناس اسألهم أنتوا أمتى آخر مرة شايفين حكيم؟ أمتى آخر مرة عاملين فحوصات؟ تفاجأت إنه 90% من الناس ما عندها متابعة صحية، ما بتشوف حكيم. يعيش طبيب الشارع في كندا لكنه يزور لبنان باستمرار، ويعتبر أن جولته الطبية خلال العطلات نوعا من التكفير عن الغياب. مش بس عم بلتقي بالناس بالشارع وعم شجعهم، بنفس الوقت عم حاول حرك القنوات بوزارة الصحة وبالدولة اللبنانية لنقدر نوصل لعمل على الأرض. لا يخجل الطبيب الذي تخصص في كندا من صد بعض المواطنين له، فكثيرون آخرون يقدرون الوقت الذي يمنحه لهم بالمجان. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. أسبوع ثاني دخلتها المظاهرات في محافظة السويداء جنوب سوريا، مئة المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع والساحات. اللعبة انتهت، لافتة رفعت في ساحات محافظة السويداء عكست إصرار الأهالي على المضي قدما. صوت واحد ومطلب ثابت، إسقاط النظام. الساحات نفسها لم تخلو منذ أكثر من أسبوع، مئات المتظاهرين خرجوا وأغلقوا مقار حزب البعث الحاكم وطردوا أعضاءه. لجنة دعم الانتفاضة اتفقت على تخفيض ساعات الإضراب تجنباً لحصول أي شرخ مجتمعي بين التجار والمتظاهرين. مسؤولون وبحسب مصادر مطلعة أكدوا أن السلطات التزمت الصمت، لكنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية المنتشرة بالابتعاد عن الأنظار، بل وأخلت بعض نقاط التفتيش لتجنب الاحتكاك الذي قد يخرج عن السيطرة. المتظاهرون تعهدوا بعدم السماح بسحب أي قطعة عسكرية من المحافظة، رداً على تسريبات بأن تعليمات صدرت من دمشق لسحب فرق الجيش من السويداء. إياد حمود، الحدث. عادت الرحلات الجوية في بريطانيا إلى مجراها الطبيعي تدريجياً بعد تحديد سلطة مراقبة حركة الطيران في بريطانيا طبيعة العطل الفني الذي تسبب بعرقلة حركة الطيران. والسلطة كانت كشفت أن عطلاً تقنياً تسبب بتأخير المئات من الرحلات الجوية داخل بريطانيا ودفع رحلات أخرى إلى تحويل مسارها إلى مطارات أوروبا. العطل وفق الجهات المختصة أثر في إدارة مسار الرحلات بشكل أوتوماتيكي واعتمادها على النظام اليدوي في نزول وصعود الطائرات، وهو ما يعني وضع قيود على عدد الرحلات المسموح بها. Some computers from the flight security didn't work, so all flights to Europe got cancelled. I was flying from Lufthansa, flight LH909, and yeah, it's been cancelled. They said they'll give us a refund on hotel accommodation, but. For some reason they said now they won't, we have to do it, so it doesn't make sense. لم تستبعد وزيرة الداخلية البريطانية استخدام نظام التعقب الإلكتروني لتتبع المهاجرين غير القانونيين في بريطانيا، مؤكدة أنها منفتحة على كافة الوسائل التي تحد من تدفقهم إلى البلاد. سيتم إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلادهم، ومن القوانين المتعارف عليها أن تستقبل البلاد مهاجريها، وفي حال فشلنا في إعادة المهاجرين فذلك سيعني فوضى عالمية. كلمات رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق مارغريت تاتشر عام 88 واجهت انتقادات لاذعة حينها، لكنها في ذات الوقت كانت لعنة حزب المحافظين التي تلاحق المهاجرين ليومنا هذا، رغم أن عدة وزراء في حكومة ريشي سوناك من أصول مهاجرة.
وبين نهاية الثمانينات وعام 2023 تعددت الوجوه والخطاب واحد، فوزيرة الداخلية سويلا برافرمان أبدت استعداد حكومتها لاستخدام الأساور الإلكترونية لتعقب المهاجرين والحد من ظاهرة اختفائهم بعد الوصول إلى المملكة المتحدة. إزالة المهاجرين ستحتاج لسلطة من قبلنا لاحتجاز والتحكم بالمهاجرين، ولا بد من استخدام هذه السلطة لإزالة المهاجرين من المملكة المتحدة، ونحن منفتحون على عدة خيارات. تصريحات برافرمان تتماشى مع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد الذي مرر في يوليو الماضي، والذي يلزم الحكومة باحتجاز المهاجرين غير القانونيين ويمنحها الحرية في إيجاد شتى الطرق لإبعادهم. لكن سياسات المحافظين ضد المهاجرين لم تنجح حتى الآن، فمشروع إيواء المهاجرين على متن باخرة بيبي ستوكهولم تعطل بعد العثور على بكتيريا قاتلة على متنها، فيما اصطدمت سياسة الترحيل إلى رواندا بالكثير من العقبات القانونية والإنسانية، عقبات تقول برافرمان إن محامي الهجرة والمنظمات الإنسانية وضعتها بالتنسيق مع حزب العمال المعارض. نحن نواجه عدة تحديات تحاول إيقاف عملنا، سواء كانوا محامي هجرة أو منظمات خيرية أو إنسانية. الهجرة غير الشرعية واحدة من السياسات التي يعتمد عليها المحافظون لتحريك الرأي العام لصالحهم، ولكن مع وصول أكثر من 18 ألف مهاجر غير قانوني هذا العام وتراكم طلبات أكثر من 175 ألف آخرين، المحافظون تحت ضغط لتحقيق نتائج ملموسة بالأرقام لا عبر الكلام فقط. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث. بعد شهرين على أعمال العنف التي عمت فرنسا بسبب مقتل الفتى نائل على يد الشرطة، ظهرت إلى العلن روايات جديدة عن عنف مارسته الشرطة بحق أشخاص لم يشاركوا في موجة العنف. الحدث التقط أحد هؤلاء وروى قصة فقدان إحدى عينيه على يد شرطي. ظنت السلطات الفرنسية أنها طوت صفحة أعمال العنف التي اجتاحت البلاد بعد مقتل الفتى نائل، لكن بعض عناصر الشرطة وفي تدخلهم لاستعادة الأمن فتحوا صفحات جديدة يرفض الضحايا إغلاقها. بعض هؤلاء فقدوا حياتهم مثل محمد في مرسيليا، لكن ستة آخرين من الناجين فقدوا عينا، وأحدهم قرر تقديم روايته للحدث. أنا جندي سابق في الجيش الفرنسي. ليلة 29 من يونيو صادفت مجموعة من عناصر الشرطة في طريق خال من المارة وقرروا أن يقتلعوا عيني. اختار فيرجيل مكان لقائنا في حديقة مارتن لوثر كينغ في العاصمة باريس. لم يكن اختيار المكان صدفة، بل لما يعنيه لقضيته، إذ يعتبر أن ما حصل له كان بسبب لون بشرته. شعرت بالضربة في وجهي، استجمعت قواي لأهرب، فصادفت شخصا جالسا على الأرض في أحد الشوارع وسألته إن كنت ما زلت أملك وجهي، لأنني فقدت الشعور به حينها. وبعكس ضحايا، وثقت الكاميرات وجوه عناصر الشرطة عندما نفذوا اعتداءهم عليهم، ما سمح بإجراء محاكمات لهم. لم يكن هناك أحد ليلة الاعتداء على فيرجيل، ولولا شبان صغار صادفوه لكان قد فقد حياته. عندما استيقظت علمت أن شبانا صغارا قاموا بنقلي إلى المستشفى على دراجة نارية، لأنهم حاولوا الاتصال بفرق الإسعاف، لكن الأخيرة أجابتهم أنها ليست متاحة. السلاح الذي غير حياة هؤلاء الضحايا يسمى فلاش بول، سلاح تحظر معظم الديمقراطيات في أوروبا استخدامه، لكن في فرنسا ما يزال استثناء، واستخدامه عادة ما يكون بلا حدود. فادي الدهوك، الحدث، باريس. تشهد منطقة الساحل الغربي الأفريقي تحولات جيوسياسية متسارعة تحمل معها إمكانية تصاعد التوترات والصراعات على النفوذ بين اللاعبين الدوليين، خاصة في النيجر، والتي تبدو كساحة صراع نفوذ دولي بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في يوليو الماضي. رفع العلم الروسي ظاهرة تكررت مع الانقلابات في أفريقيا، وكأنه تعبير عن سخط شعبي أو تنفيذ لمشروع إحلال روسيا محل فرنسا والغرب في أفريقيا. الأمر تكرر في مالي وبوركينا فاسو وأخيرا في النيجر.
وفي كل مرة كان مقترناً بشعارات مناهضة لفرنسا. منطقة الساحل الغربي الأفريقي تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة قد تحمل معها إمكانية تصاعد التوترات والصراعات على النفوذ بين اللاعبين الدوليين. خريطة تمركز القوى الأجنبية في أفريقيا تشمل أمريكا التي أسست منذ عام 2007 قيادة أفريكوم، وهو مشروع عسكري أمريكي يساعد الدول الأفريقية على مواجهة التهديدات الأمنية والاستجابة للأزمات الإنسانية. تتوزع أفريكوم على 15 دولة أفريقية تتمثل ب13 قاعدة دائمة و17 غير دائمة. أما الصين فليس لها وجود عسكري مباشر إلا في جيبوتي، بينما تشارك في قوات حفظ السلام في 6 دول أفريقية. ووجدت روسيا موطئ قدم في أفريقيا عن طريق صادرات السلاح، إذ باتت المصدر الأكبر إلى القارة السمراء بنحو 49% من إجمالي صادراتها. كما تنشط روسيا عسكرياً في ليبيا ومالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى والسودان بواسطة مجموعة فاغنر. أما فرنسا صاحبة التاريخ الاستعماري الأكبر في أفريقيا، فتقلص حضورها العسكري كثيراً بعد أن كان عدد قواعدها 100 منتصف القرن الماضي، تقلص عددها اليوم إلى 4 قواعد دائمة فقط في السنغال وكوت ديفوار وجيبوتي والغابون، إضافة إلى عمليات خاصة تساهم فيها القوات الفرنسية في النيجر وتشاد. صراع النفوذ في أفريقيا صراع أمريكي روسي في بعض الدول وأمريكي صيني في دول أخرى. وفي ضوء تنافس دول كبرى على تقاسم النفوذ والسيطرة على الثروات والمعادن الموجودة هناك، هؤلاء أصحاب الأرض والحق هم من يدفعون الثمن. ختم هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته، تابع الحدث في مكانه وزمانه. البرهان في مصر، ومعه وزير الخارجية السوداني ومدير المخابرات ومدير الصناعات الدفاعية. المنقوش تشعل أزمة بين الموساد وخارجية إسرائيل، وتسريب لقاء كوهين يخرب سنوات من العمل.
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تطالب وزارة الخارجية بالشفافية بشأن مبعوثها إلى الملف الإيراني. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان صباح اليوم إلى مدينة العالمين في مصر مغادرا من بورت سودان. سيجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. يرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة والمدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية. قبل مغادرته عقد رئيس مجلس السيادة السوداني أمس اجتماعه الأول بأعضاء الحكومة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي بمدينة بورت سودان. كان البرهان شدد خلال خطاب ألقاه في قاعدة فلامينغو العسكرية بالمدينة على مواصلة الحرب لدحر ما وصفه بالتمرد. كما أكد البرهان أنه خرج من مقره في القيادة العامة من خلال عملية عسكرية ودون مساعدة أحد، وأن خروجه لم يأتي نتيجة أي اتفاق أو صفقة. المبذول في القطاعات الانتاجية المختلفة سواء كان القطاعات الزراعة أو المعادن أو غيرها من القطاعات الانتاجية يجب أن نحافظ عليها وأن نضاعف في هذا الانتاج لما فيه مصلحة كل السودانيين. وأكد في نهاية الاجتماع أن التمرد فيه انحسار وأن الانتصار قريب جداً. وفي مصر يعيش آلاف الطلاب السودانيين حالة من اليأس والقلق على مصيرهم المجهول نتيجة تعطيل الدراسة في الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، وسط توقعات بأن تؤدي الاشتباكات إلى تعقد الأوضاع الأكاديمية بشكل أكبر. أيوة، أنا حضطر أسجل هنا في مصر عشان هناك خلاص الدراسة وقفت لفترة طويلة، ما معروف ذاته لأجل غير مسمى لحد شهر أكتوبر حيطلعوا إخطار جديد، ما معروف ذاته يحصل شنو. بالنسبة للظروف الحاصلة دي يعني ناس كتار ضايعة، يعني أصحابي وكده يعني كانوا حيقدموا هنا لكن والله ما قدروا بالنسبة للرسوم الجاز زيادة دي، يعني الظروف بتاعت الحرب وظروف الأسرة وكده يعني ما قادرين يدفعوا الرسوم دي والزيادات دي حاصلة كثيرة، فمحتاجين نرجعوا لهم الخصم كما هو يعني وكده، الخصم بنسبة 90%. المصير هسي بقى مجهول. هسي أنا فاطمة صلاح في سنة ثالث بقرأ صيدلة في جامعة الأحفاد نازلة ثالث، لو جيت هنا مصير هحول من سنة أولى، يعني لازم أرجع أولى ما في تحويل، حتى التحويل عندهم يعني لو أنزل سنة ثانية أو أنزل بداية ثالثة ب$8,000 $7,000، أنا ما يعني أجيب قروش من وين، والوضع في السودان مجهول تماما. جيت هنا مصر شهر 11 اللي فات، جيت عشان أقدم على الجامعة هنا إن شاء الله، فأنا مجموعة يعني دخل هنا كليات كتير، فأنا اخترت كلية أداب لغة قسم لغة إنجليزية، فبتفاجأ على وقت التقديم إن الرسوم بدل جنيه مصري قلب الدولار، والتخفيض اللي بدل 90% قلب، لأ بقى تخفيض 60% ترفع 40% رسوم، يعني بدل ما نحكي على $300 في أول سنة لأ دلوقتي عملت $4,000 غير رسوم الوافدين اللي هي كانت $150 دلوقتي عملت $1,570. بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي وتنصل قادة ليبيا من الاجتماع تتضارب الأنباء حول مكان نجلاء المنقوش. بوابة الوسط الليبية نقلت عن مصدر لم تسمه أن المنقوش غادرت إسطنبول إلى لندن حيث تقيم بقية أسرتها. قناة إسرائيلية رسمية كشفت خلافا شديدا نشب بين جهاز المخابرات الموساد ووزارة الخارجية بعد تسريب خبر اللقاء السري، إذ قال الطاقم السري للموساد الذي عمل لسنوات في الملف الليبي أنه تضرر بشكل كبير وأن سنوات العمل قد تكون ضاعت. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل أصبح لغزا مثيرا عقب لقائها بنظيرها الإسرائيلي.
تقارير تحدثت عن كون نجلاء المنقوش غادرت إلى تركيا. وكالة أنباء الأناضول التركية نقلت عن مصادر أمنية أن طائرة حكومية ليبية أقلتها من طرابلس إلى إسطنبول. هذا في وقت أشارت وسائل إعلام ليبية إلى سفر المنقوش من تركيا في اتجاه لندن، غير أن جهاز أمن مطار معتيقة، وهو المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، نفى أن يكون سمح لها بالمغادرة. ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل بمطار معتيقة غير صحيح، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك. لقد أدرجنا اسمها في قائمة الممنوعين من السفر إلى حين امتثالها للتحقيقات. مكان وجود وزيرة الخارجية الليبية الموقوفة عن العمل لم يعد معروفاً. تضارب الأنباء يوازيه صمت رسمي من سلطات طرابلس التي تحاول نفي أي علاقة لها باللقاء المثير للجدل. بلال البجديني، الحدث. وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين جدد تنصله من تسريب لقاء جمعه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا، مدافعا عن وزارته ضد معارضين اتهموها بعدم الاحترافية. قال كوهين في تغريدة على حسابه بمنصة إكس إن وزارته تعمل بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية على تعزيز علاقات إسرائيل في العالم. أضاف الوزير الإسرائيلي أن المعارضين السياسيين الذين لم يدفعوا نحو أي إنجاز يذكر يندفعون إلى الرد دون أن يعرفوا التفاصيل بتوجيه التهم للآخرين، مشددا على أن مثل هذه الهجمات لن تمنع الخارجية من إقامة وتعزيز العلاقات مع الأصدقاء في العالم وعلى وجه الخصوص في العالم العربي. على حد تعبيره، كان قادة المعارضة الإسرائيلية قد وجهوا انتقادات حادة لوزير الخارجية لكشف عن أخبار اجتماعه الأخير مع نظيرته الليبية من دون تنسيق معها، معتبرين ما حدث بمثابة تفجير عبوة ناسفة ضخمة للدبلوماسية الإسرائيلية. بينما اعتبر رئيس المعارضة يائير لابيد تسريب اللقاء عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم. هذا وأعرب مسؤولون أمريكيون في رسالة عن غضبهم من تسريب تل أبيب لقاء جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين ونظيرته الليبية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش. أوضح المسؤولون الأمريكيون أن الإعلان عن اللقاء قد يكون أنهى جهد سنتين قادته واشنطن لتقريب ليبيا من التوقيع على اتفاقيات السلام، معتبرين أيضا أن التبرير الإسرائيلي غير مقنع وأن ذلك من شأنه أن يردع دولا أخرى من الانخراط في تفاهمات مع إسرائيل. رئيس اتحاد اليهود الليبيين رافائيل لوزان العقل المدبر للقاءات الليبية الإسرائيلية. رغم أنه لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه سهل اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي 6 سنوات، ما فتح الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.
في يونيو من العام 2017 رتب لوزون اجتماعا في اليونان ضم وفودا من البلدين بحضور وزراء من الحكومة الإسرائيلية أغلبهم من أصول ليبية، في حين ترأس الوفد الليبي وزير الإعلام والثقافة والآثار أنذاك عمر القويري. المؤتمر الذي عقد على مدار 3 أيام ركز على الذكرى 50 لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب يونيو 1967. خلال المؤتمر تحدث المندوب الليبي عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم. لوزون كشف أيضاً أن الاجتماع أعقبته في السنوات اللاحقة سلسلة من اللقاءات الأخرى بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان. اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين كان تتويجاً ل6 سنوات من العمل. الاجتماع كان ينبغي أن يعقد في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك. رئيس اتحاد يهود ليبيا كانت آخر مرة زار فيها ليبيا عام 2012 بعد وقت قصير من سقوط القذافي. خلال الزيارة اختطفته ميليشيا واحتجزته لمدة 8 أيام قبل إطلاق سراحه ليستمر في محاولاته للتقريب بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا أيضا. بلال البجديني، الحدث. طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية بأن تكون شفافة في تعاملها مع ملف مبعوث واشنطن المختص بإيران روبرت مالي، وأن تعطي إجابات واضحة، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن النظام الإيراني لديه معلومات حساسة للحكومة الأمريكية، وأوضح أن الخارجية بحاجة إلى إجراء مراجعة أمنية بشكل شامل، معربا عن قلق من وجود تسريب معلومات. كانت واشنطن علقت تصريح مالي ومنحته إجازة على خلفية فتح تحقيق بشأن تعامله مع وثائق سرية. ختام هذه النشرة، مشاهدينا تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، أيضا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.